طب هتعملي ايه في الموضوع ده؟ ما انا جايبك انت علشان تقولي اعمل ايه. طيب سيبيني انا هكلم جوزك انا واتصرف معاه. لا 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 ما تكلموش دلوقتي خالص، هو اصلا قافش وعنده شغل كتير. خايفه بصراحه زن عليه يقلب عليا. جدع يا بت انت صح. انا جات لي فكره حلوه، ايه؟ نأجر واحد يعمل جوزك. أجر؟ ايوه نأجر، شوفي واحد من صحابك الممثلين ياخد له قرشين ويقعد مع جدك على انه جوزك. لا 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 لو جدي يعرف هتبقى مصيبة. ولا يعرف ولا دياوله. يا بنتي اسمعي، انت بس هاتي ممثل شاطر تمام، تحفظيه البقين، يقعد مع جدك يسلكك منه وتسافري انت لجوزك. طب بقولك يا بابا، ما تشوف حل تاني غير ده؟ ليه يا بنتي؟ ما هو حل حلو اهو ممكن نعمله. طب ولما ارجع بقى انا وجوزي بعد كده، ما هم هيشوفوها اقول لهم مين اللي كان موجود ده؟ كان ممثل؟ يا بنتي ساعتها فرج ولا حد ليه عندك حاجه. انت عايزه تسافري وهم عايزين يطمنوا، يبقى نطمنهم وتسافري. لا 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 بلاش، انا قلقانه من الموضوع ده. اميره ما تقلقيش يا حبيبتي تمام، هاتيهولي وانا هتصرف معاه، هظبط لك دماغه. بس امانه يا شيخه لما تسافري ما تنسبوش.